واجبنا أن نحن نأكد سلامته وسلامة أهله في وطننا. شكرا لكل موظف في وزارة الصحة، هذا العمل لا يمكن نحن ننساه، لا باكر ولا اللي بعده. أطلب من كل إماراتي ومقيم يتحفظ لسلامته، ترى هذا الوباء ما يضر بالدرجة اللي نحن خايفين منه للناس اللي هم صحتهم زينة، لكن يعور ويأثر ويضر اللي صحتهم ما تساعدهم. فهذا وقت أن نحن نشوف كيف نقدر نداري هذه الناس، كيف نقدر نراعي هذه الناس. الوقت موجود والظرف موجود، فأوصيكم على أهلكم، أوصيكم على أهلكم، أوصيكم على أهلكم.